السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم شباب. محاضرة النهاردة بعنوان Sophos XG Endpoint Protection Peripheral Control Configuration من سلسلة Network Security Mastery. الـ Peripheral Control يعني بيغنيك عن الـ Group Policy، تمام؟ اللي أنت بتعملها، يعني انت عن طريق جروب بوليسي مثلا على الويندوز سيرفر ممكن تقول اقفل مثلا الاكسس للريموفابل ديفايسز سواء سي دي رومز او غيره، تمام؟ انت ممكن تعمل الكلام ده من خلال سوفوس برضو، يعني هو بيديك برضو اوبشن الموضوع ده، تروح لبوليسيز. اوريدي احنا على بوليسيز اصلا، تمام؟ هنعمل هنا اد بوليسي وسيلكت ان اوبشن هسميه بريفرال كنترول، تمام؟ لا مش عايزه على اليوزرز، مش عايزه على اليوزرز. طيب هنخرج برضو تاني كنسل، تمام؟ انا عايزه على الديفايسز، انا عايز كل الكلام ده يتطبق على الديفايسز. حلو، هو بيسألك نفس السؤال، يعني لو ملاحظين السؤال بتاع ويندوز سيرفر الجروب سكيور الجروب بوليسي، عايز يوزر كونفيجريشن، يوزر كونفيجريشن ولا كمبيوتر كونفيجريشن، تمام؟ انا هعمله على الديفايس واروح على كونتينيو، فهضيف الاجهزه دي، تمام؟ وهروح هنا settings، هنا بيقول لي disable all peripheral controls، يعني ده by default، تمام؟ انا مش حابب القصة دي، يعني هو بيقفل لك اي حاجة على الجهاز، محدش يعني لا wireless يتفتح، لا مش عارف ايه يتفتح. اقول له لا، اقول له control access، ممكن اقول له allow على كله، تمام؟ بس ايه، او ممكن اقول monitor but don't block all peripherals will be allowed. مونيتور يعني راقب الايه الترافيك او الكلام ده كله، تمام؟ وكله هيبقى اللاود، انا مش عايز لا ده لا بلوك اول ولا اللاو اول، انا عايز ان انا اقدر انا اكنترول، يعني مثلا البلوتوث لا انا عايزه، تمام؟ مثلا فلوبي درايف ده انا يعني بلوك، تمام؟ السكيورلي ريموفابل ستورج، تمام؟ لا الفلاشات بقى والكلام ده سواء سكيورلي او الكلام ده لا، تمام؟ بلوك. الاوبتيكال درايف، الاوبتيكال درايف اي ثينك انه يقصد ممكن السي دي روم مثلا، ممكن. فبس انا هقفل كل دول، تمام؟ ممكن احط برضو رساله، حلو كده، اللي هي برضو ايه دي مثلا، ده رساله في حاله ايه ان حصل اي فايوليشن، خدتوا بالكم؟ انا هقول مثلا اهو ديباجز مثلا بروتكتس your device safely مثلا، تمام؟ وبعدين اروح ادوس ايه بدل قبل السيف الاول، هحط هنا ايه peripheral، صح كده؟ لا peripheral صعبة قوي الكلمة دي، control policy، فهدوس الاول بس ال enforcement، تمام؟ اوتوماتيكلي ديسيبل دي لا مش عايزها، وهدوس سيف، تمام كده؟ فادي اضافت عندي. طيب ده كلام جميل جدا. طبعا لو انا رحت للكلاينت 1 او مفتوح قصاده، طبعا هو بياخد الاوردرز بتاعته منين؟ بياخد الاوردرز بتاعته من خلال سوفوس، حلو؟ فماشي كده، تمام. طيب حلو كده، يعتبر ايه خلصنا المحاضرة. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.